أسعد الله أوقاتكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف السابع. درسنا اليوم درس جغرافيا، مشروع صناعي. لنرى أمام الشاشة مجموعة من الصور، سنعبر عن هذه الصور بكلمات. طبعا هذه الصور تعبر عن مقومات الصناعة. أولى هذه المقومات نلاحظ عندي صورة للقمح وهو من المواد الأولية. الصورة الأولى وهي تعبر عن المال، رأس المال. الصورة الثانية نلاحظ في الصورة عامل وآلة، إذن هي تعبر عن اليد العاملة والآلات. نلاحظ في الصورة التالية صورة لوسائل نقل، فهي تعبر عن النقل. الصورة التي تليها هي صورة الأسواق، وأخيرا صورة للطاقة الكهربائية. إذن عندي مجموعة من الصور، تعبر هذه الصور عن المقومات الصناعة، وسأعدها: رأس المال، اليد العاملة والآلات، المواد الأولية، النقل، الأسواق، الطاقة الكهربائية. يمكن تصنيف هذه المقومات إلى مقومات طبيعية ومقومات بشرية. طبعا المقومات الطبيعية هي المواد الأولية ومصادر الطاقة، بينما المقومات البشرية هي الأسواق، النقل، اليد العاملة، الآلات، ورأس المال. الآن سنبدأ مجموعة من النشاطات. النشاط الأول لنستنتج معا المواد الخام الأولية الموجودة في الجمهورية العربية السورية. سنحلل معا هذه الخارطة. لنلاحظ مفتاح الخارطة، المربع يعبر عن النفط، الدائرة الصغيرة تعبر عن الغاز، المثلث عن الفوسفات. طبعا عندي صورة للأغنام، الزيتون، القطن، الشوندر، السكري، والقمح، والخضار. لنلاحظ انتشار هذه المواد. بداية الشمال السوري عند محافظة الحسكة نلاحظ انتشار للنفط والأغنام والقطن. في محافظة دير الزور لاحظوا معي هناك الخضار والشوندر السكري، القطن، أيضا عندي الغاز والنفط. في الرقة عندي الأغنام بالإضافة للقطن. منلاحظ في محافظة حلب وجود الأغنام ووجود القطن. في إدلب الزيتون، في لواء اسكندرونة الزيتون، في اللاذقية الزيتون، وعندي أيضا في حمص الأغنام، في حماة الخضار والزيتون والشوندر السكري. أما في جنوب سوريا لنبدأ بالعاصمة دمشق، هناك الأغنام والخضار. في درعا، محافظة درعا الزيتون، وفي محافظة القنيطرة الخضار. إذن تتوزع المواد الخام الأولية لبعضها من المنتجات الزراعية وبعضها من الموارد الطبيعية، الثروات الباطنية الموجودة في باطن الأرض. ترى ماذا نستفيد من هذه المواد الخام؟ طبعا نستفيد من هذه المواد الخام لإنشاء منشأة صناعية أو مشروع صناعي لتنمية الاقتصاد الوطني. لنملأ الجدول بما يناسب. موجود في كتابنا جدول موجود فيه بعض المواد الخام، كيف نستثمرها لتصبح منشأة صناعية، وما هو المكان الأمثل لمثل هذه المنشأة. طبعا عندي بعض المواد الخام موضوعة: خضار وفواكه، فوسفات، بعض المنشآت المقترحة مثل مصنع الغزل والنسيج وصناعة السجاد، وعندي المكان مناسب هو دمشق، ونريد أن نختار منشأة صناعية لدمشق والمواد الخام. إذا أردنا إملاء هذا الجدول اقترحت لكم هذه بعض هذه المنشآت. بالنسبة للخضروات والفواكه لاحظوا ممكن أن نختار منشأة صناعية كمصنع الكونسروة، أي حفظ الخضار والفواكه بمعلبات. واخترت المكان الأنسب اللاذقية، ممكن اختيار أي مكان يزرع الخضار والفواكه. أنا اخترت المحافظة اللاذقية لتوافر الخضروات والفواكه في هذه المحافظة. مصنع الغزل والنسيج، طبعا الغزل والنسيج هي بحاجة لمادة أولية، والمادة الأولية هي القطن، فاخترت أنا القطن مادة أولية لهذا المصنع، والمكان الأنسب هو الحسكة بحسب اختياري. وممكن اختيار أي محافظة أخرى تزرع القطن كدير الزور والرقة، أيضا حلب. بالمنشأة الثالثة وهي
طبعا عطوني المكان هو محافظة دمشق. فلاحظت في محافظة دمشق وجود المورد المواد الخام وهي تربية الأغنام. فأفضل مصنع باختياري هو مصنع ألبان وأجبان من خامات حليب الأغنام. هذه المادة الخام الأولية. طبعا لماذا مصنع ألبان وأجبان؟ لأن دمشق مكتظة بالسكان وممكن تصريف هذا المنتج في هذه المحافظة. نلاحظ صناعة السجاد اليدوي. طبعا صناعة السجاد اليدوي نحن بحاجة لمادة أولية هي الصوف، والصوف من الأغنام، فالمادة الخام هي صوف الأغنام. ونلاحظ المكان المناسب هو أنا اخترته الرقة، ممكن اختيار أي مكان آخر موجود فيه تربية الأغنام. المواد الخام الفوسفات، المنشأة الصناعية المناسبة لهذه المادة الخام اخترت مصنع الأسمدة، ومن المكان المناسب هي محافظة حمص لتوافر الفوسفات فيها. هناك حقل فارغ لاختيار منشأة صناعية والمادة الخام والمكان المناسب لها. عزيزي الطالب ممكن أن تختار أي مشروع صناعي، اخترت لكم مصنع السكر، المادة الخام الشوندر السكري، وممكن المكان المناسب أنا اخترته محافظة دير الزور. ممكن أن نملأ هذا الجدول بحسب المشروع الصناعي الذي نختاره والمكان الأمثل له، كما في الخارطة، خارطة الجمهورية العربية السورية. الآن سننتقل إلى النشاط الثاني. النشاط الثاني، أنت صناعي في سوريا تريد إقامة منشأة صناعية في منطقتك أو في أي منطقة أخرى، أحدد هذه المنشأة وما هي مقومات نجاح هذه المنشأة. طبعا نحدد هذه المنشأة بحسب المادة الخام المتوافرة في البيئة أو المنطقة الموجودين فيها، ومقومات نجاح هذا المشروع بحسب المقومات الصناعة المتوافرة في هذه المنطقة. اخترت لكم مصنع لصناعة السكر. مقومات النجاح وجود المادة الخام أي الشوندر السكري، أيضا وجود الآلات التي تصنع أو تعصر هذا الشوندر من أجل استخلاص السكر منه، وجود اليد العاملة التي تعمل في المصنع، وجود الأسواق، أسواق تصريف مادة السكر وهي بكثرة في وطننا الحبيب، مصادر الطاقة وهي الكهرباء التي تدير آلات هذا المصنع، وأخيرا رأس المال وهو الذي يشغل هذا المصنع. إذن هذا مشروعي، أتمنى أن تختاروا مشروع خاص بكم. النشاط الثالث، أرسم خريطة سوريا بحدودها البرية والبحرية وأحدد المنشأة الصناعية ومقوماتها في المكان الذي أرغب فيه مع مفتاح للخريطة متضمن رموزا أنت تختارها لمقومات الصناعة التي تريدها. الآن أنت رسام صغير وقادر على رسم خارطة سوريا. لنرسمها بهذا الشكل، نلاحظ الحدود الشمالية تركيا، الحدود الشرقية العراق، الحدود الجنوبية الأردن وفلسطين، والحدود الغربية البحر المتوسط ولبنان. اخترت مفتاح خارطة بسيط. الدائرة الخضراء هي موقع مصنع صناعة السكر، الشمس وهي زراعة الشوندر السكري، والدائرة السوداء هي مركز المحافظة. طبعا أنا اخترت واحد فقط من مقومات الصناعة وهي المادة الأولية، بإمكانكم أن تختاروا المقومات وتضعوها في مفتاح الخارطة، ونحددها على المصور بهذا الشكل. أنا اخترت مكان دير الزور لأن يتوافر فيه زراعة الشوندر السكري، مصنعي في هذه المنطقة لتوافر زراعة الشوندر السكري. بهذا الرسم أكون قد اخترت مشروعي الصناعي ومكان المشروع ورسمت خارطتي. الآن من واجبي الأخلاقي تجاه الطاقة الكهربائية أن أرشد استخدامها. لماذا برأيكم وما أهميتها؟ نحن نلاحظ أن معظم حياتنا معتمدة على الكهرباء، وأهمية الكهرباء في الصناعة لأن الكهرباء هي عصب الصناعة، فلولا الكهرباء لا نستطيع أن نشغل الآلات.
فهي تشغل الآلات وتنير المنشآت الصناعية. إذن هي عصب الصناعة، فيجب ترشيدها والمحافظة عليها. الآن أنت صناعي صديق للبيئة، ابحث في مصادر التعلم عن الطرائق المثلى للتخلص من النفايات المنشآت الصناعية للحفاظ على بيئة نظيفة، واكتب بعض هذه الطرائق. طبعا عزيزي الطالب، أنت صناعي صديق للبيئة، أريد منك أن تبحث عن أفضل منشأة صناعية تكون تعمل على طاقة نظيفة صديقة للبيئة، وتدونها في دفترك. وكان هذا درسنا لهذا اليوم عن مشروع صناعي للصف السابع. دمتم سالمين.